بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعدما بيّن لنا ما حرم علينا ابتداء وتأقيتا، يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أرشدنا إلى العقد، والعقد اتفاق إرادتين، والإرادة أمر باطني تتوفر فيه صفتان: أنه خفي وأنه غير منضبط. الإرادة جوه قلبي، شايفني أنا عايز أبيع ولا ما بيعش الساعة دي، ما انتش شايف اللي في قلبي وأنا قاعد كده وبفكر إن أنا أبيع الساعة، أنت ما تعرفش، ربنا ما عملكش اطلاع على ما في قلب، فهو خفي. سموه ده خفي. وبعدين كمان اللي في قلبي ده غير منضبط. ليه؟ ممكن الساعة دي تكون عزيزة عليا قوي، امال هبيعها ليه؟ محتاج للفلوس، بيعها على عيني يقولوا كده، عرضتها عليك قلت لي دي ما تساويش 3 ساغ، هي بكذا ألف وانت عايز تدفع فيها 3 ساغ بس، وافقت لشدة ايه؟ احتياج. يبقى ما فيش رضا كامل، يبقى الرضا ده اللي في قلبي منضبط ولا ليه درجات وانواع ويلف ويقوم، وانا ببيعها وانا حزين، في حين ان هي فعلا ما تسويش الا 3 ساغ، وانت قلت لي هشتريها ب1000 جنيه ابقى فرحان ومزقطط لانها جايب اكتر مما اتوقع ومما اريد. يبقى اذن الرضا خفي وغير منضبط. طب نعمل ايه؟ اللازم بالالفاظ، لازم الالفاظ بقى تكشف عن الداخل. قلت لك بعتك، ايوه بعتك دي قلتها بلسانك، ايوه يبقى الاستاذ ده سمعها ويشهد قدام القاضي ان انا قلت بعتك ب1000، هذه الساعة ب1000، ومنت قلت اشتريت ب1000، هو سمعها برضه يشهد. ليه؟ لانها صارت ظاهرة منضبطة، وقبل ذلك كانت خفية غير منضبطة. إذن العقود ألفاظ، أدي القاعدة بقى اللي هتحفظوها، العقود ألفاظ كاشفة عما في القلب. فواحد عايز يتجوز واحد وهي عايزة تتجوزه، ده مش عقد. قعدوا قدام بعض كده وبصوا لبعض، وبعدين قالوا البعض ما قالوش حاجة باللسان، بعدين قالت له أنا فهمت إن أنت عايز تتجوزني، فسكت مفيش عقد. أو هو قال له أنا حسيت كده إن أنت يعني عايزة تتجوزيني، فسكت مفيش عقد. أو ما اتكلموش وراحت هي قالت لصاحبتها ده عايز يتجوزني، قال لك، قالت لا فهمت من عين ما ينفعناش، وراح قال لاصحابه انا عايز البنت دي وهتجوزها خلاص وهي موافقه، قالت لك، قال لا ده انا شفتي كده الفرحه في عينيها، فرحه ايه وبتاع، ما ينفعش دي امور خفيه، ما يمكن كانت فرحانه علشان انت هتغور من وشها دلوقتي في ايه. فاذا ده خفي غير منضبط، لازم يبقى ايه؟ ظاهر منضبط. فلا بد
من ايه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، لازم من العقد. وعقد الزواج من أخطر العقود، ولذلك لابد فيه من الألفاظ الصريحة، فتقول المرأة للرجل زوجتك نفسي، فيقول الرجل لها قبلت فتزوجتك، أو يقول الولي زوجتك ابنتي فيقول قبلت. لا على سبيل الحكاية، يعني وأنا قاعد أشرح لكم دلوقتي قلت زوجتك ابنتي، راح قايم الشيخ علي وقال قبلت يا مولاه، ما ينفعش ده، أنا بحكي ما ينفعش واحد يقول أنا يا مولانا خلاص، ما البنات اتجوزوا كلهم، ما ينفعش ده، أنا بحكي، أنت واخد بالك؟ يبقى لابد من أنه ما يبقاش حكاية، ويبقى بصيغة الماضي زوجتك، يعني جزم يعني، ويتقابل وفي نفس المجلس فيقول قبلت. فلما يجي يقول زوجتك ابنتي يعتمد بقى الكلام ده، او هي تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت، يبقى هو القبول والإجابة. وبعدين يجوا الشهود يسمعوا بقى الكلام ده، الشهود يسمعوا، الإمام الشافعي بيقول لك فورا، والإمام الشافعي بيقول لك طب افرض واحد قال للتاني أنا عطيتك بنتي، إحنا في مصر نقول كده، ده عطلوا بنته يعني زوجها لي، قال ما ينفعش، ما ينفعنيش، أنا عطيتك بنتي ما تنفعش، لازم تقول له إيه؟ زوجتك ابنتي. ليه؟ قال لأن ده عقد خطير قوي، فلازم يكون بالصريح المريح، أعطيتك بنتي يعني عشان تشتغل عندك سكرتيرة، عشان تخدم في البيت، علشان إيه يعني أعطيتك ابنتي يعني للزواج، فلازم يبقى حاجة واضحة قوي. سيدنا الإمام أبو حنيفة قال لا، ما دام العرف بتاع البلد أنا أعطيتك ابنتي معناها زواج، يبقى زواج، ما دام في شهود وفي فرح وفي كده، وبعدين قال له أنا أعطيتك بنتي، يبقى خلاص. الإمام الشافعي تشدد شوية وقال لا، لازم نقول ايه؟ زوجتك ابنتي، زي ما احنا جارين عليه دلوقتي كده في الكلام. ليه؟ قال لخطورة ذلك العقد، محصنين غير مسافحين. محصنين ما كفاية كده، محصنين يعني خرجتم عن نطاق الزنا والفاحشة الى نطاق الزواج الصحيح المقبول عند الله بعدما توفرت شروطه من اختلاف الجنس ومن عدم القرابة المحرمة نسبا ولا صهرا ولا رضاعة، ومن أنه عقد عقد تأكيدا وللخطورة. يقول لك بيكرر ليه عليك؟ ده بيحذرك. غير مسافحين، اوعى تكون بتلعب بالعقد ده، العقد ده ما فيهش لعب. ثم بعد ذلك يتكلم عن حكم آخر حول المهر، نأخذه في حلقة أخرى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.